السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you? Welcome to our course. In this video, we are going to study adverbs. الظروف وكمان هناخد kinds of adverbs أنواع الظروف. ده الجزء الخامس من أجزاء الكلام. درسنا قبل كده الاسم، الضمائر، الفعل والصفات. النهاردة نشوف أنواع الظروف والمقارنة والتفضيل في الظروف. اللي فاتوا أي حاجة من الدروس اللي فاتت ممكن يرجع لها وهنسيب اللينكات تحت الفيديو في الوصف. إن شاء الله تستفادوا معنا. يلا بينا. Adverbs الظروف. أول حاجة Adverbs modify or describe verb, adjective or adverb. الظرف كلمة تصف فعل أو صفة أو ظرف. ليها أنواع كتير هنشوفها بالتفصيل. يبقى الظرف كلمة تصف الفعل أو الصفة أو الظرف. Types of adverbs أنواع ظروف. Adverbs of manner ظروف الكيفية أو ظروف الطريقة اللي حصل بيها الفعل، يبقى دي بتصف الفعل. Adverbs of place ظرف المكان. Adverbs of time ظرف الزمان. Adverbs of frequency ظروف التكرار. Adverbs of degree ظروف الدرجة. Adverbs of affirmation and negation ظرف الإثبات أو النفي. لو لاحظنا هنا ظروف بتجاوب على أدوات الاستفهام كلها أو معظمها. هنا لما أسأل بهاو بنجاوب بالطريقة اللي حصل بها الفعل. وير بسأل عن مكان بجاوب بظرف مكان. وين بسأل عن زمان فبستخدم ظرف زمان. Adverbs of frequency اللي بسأل بكلمة how often كم مرة. Adverbs of degree ظروف الدرجة وبسأل بيها how كيف وبعدها الصفة. Adverbs of affirmation and negation ظروف الإثبات والنفي، وده السؤال بهل أو السؤال بفعل مساعد. دلوقتي هنروح نشرح كل ظرف بالتفصيل. يلا بينا. Adverbs of manner ظروف الطريقة. ظروف الطريقة أو ظروف الكيفية، ظروف الكيفية أو الطريقة بتصف كيفية حدوث الفعل ويجب ويجيب عن السؤال بهاو، يأتي قبل الفعل أو بعده. How did you do in the exam؟ كيف أديت في الامتحان؟ هنا بسأل عن أدائه في الامتحان، الطريقة اللي عمل بها الامتحان، فبقول I did very well، أنا أديت الامتحان جيدا. كلمة will هنا هي الظرف، وصفت ايه؟ الفعل اللي هو did، جاوبت عن السؤال بهاو. What did the police do؟ ماذا فعل البوليس؟ The police quickly closed off the area، البوليس بسرعة أغلق المنطقة. هنا quickly وصفت closed off، closed off أغلقها بسرعة، فهنا quickly ظرف وصفت الفعل جت قبل، فظرف الطريقة ممكن يجي قبل الفعل أو بعده. إزاي نكون ظرف الطريقة؟ الحال أو الظرف غالبا مشتق من الصفة عن طريق إضافة الواي للصفة، ولو انتهت بإل بنضيف لها واي بس، ولو انتهت بحرف الواي وقبله ساكن تقلب الواي إلى آي إل واي. sudden suddenly sudden يعني مفاجئ مفاجئ. suddenly بشكل مفاجئ. quick سريع. quickly بسرعة. beautiful جميل. beautifully بجمال. careful حريص. carefully بحرص. foolish أحمق. foolishly بحماقة. real حقيقي. really حقا أو فعليا. brave شجاع. bravely بشجاعة. slow بطيء. slowly ببطء. كل ده ضاف الواي للصفة. amazing amazingly مذهل بشكل مذهل. quiet quietly. bad badly. wise حكيم. wisely بحكمة. nice nicely. loud loudly. horrible horribly. هنا حذف حرف الإي اللي بعد الإل وضاف واي. terrible نفس الكلام آخرها ال إي، حذف حرف الإي وضاف واي بيت terribly. easy easily
حذف حرف الواي وضاف مكانها اي ال واي والباقي كله كده. hunger hungry 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 angry angry heavy heavily happy happily lucky luckily fantastic fantastically drastic drastically automatic automatically dramatic درامي dramatically بشكل درامي. هنشوف جمل الفرق بين الصفة والظرف. عرفنا ان الصفة تصف الاسم وتأتي قبله او بعد فعل يكون وبعض الافعال الاخرى، لكن افعال الحركة بيجي بعدها الظرف. هدى has a beautiful voice، هدى لديها صوت جميل. هنا انا بصف صوت هدى voice فاستخدمت صفة beautiful فدي صفة. طب لو قلت she sings beautifully، هي تغني بجمال، هنا انا بصف الفعل مش بصف صوتها، بصف الغنى بتاعها انه بجمال. it's an easy test، انه اختبار سهل. easy test، هنا انا بصف الاختبار انه سهل استخدمت صفة. لكن لو قلت the students answered the test easily، التلاميذ أجابوا الاختبار بسهولة. كلمة بسهولة هنا وصفت الكلمة الزرقاء اللي هي ايه؟ answered، فدي لازم تكون صفة، لازم تكون ظرف. هنا دي adverb. this is an automatic washing machine، هذه غسالة أوتوماتيكية أو آلية، يعني تشتغل آليا. فلو قلت هي تعمل أوتوماتيكيا فنقول ايه؟ it works automatically، يعني مفيش أي شغل مانوالي بشكل يدوي. هناك بعض الظروف غير المنتظمة، في ظروف غير منتظمة مش بنضيف لها الواي للصفة. هناك بعض الظروف غير منتظمة مش بنضيف للصفة الواي عشان نحولها لظرف، زي كلمة good الظرف بتاعها will، long long، fine fine جيد جيدا، straight straight مستقيم أو بشكل مستقيم، fast fast، low low، high high، right right. الظرف هو نفسه الصفة. علي is a fast swimmer، علي سباح سريع. هنا لو جيت أترجمها أقول علي سباح سريع، هنا دي adjective صفة. علي swims fast، fast here is adverb ظرف. ملحوظة، هناك بعض الصفات تستخدم كظرف بدون الواي وبنضيف لها الواي بتتحول لظرف تاني. كلمة زي كلمة late دي صفة، الظرف منها late معناها متأخرا، لو ضفت لها الواي تتحول إلى ظرف تاني اسمه مؤخرا، هتبقى lately مؤخرا أو منذ وقت قريب. hard صفة معناها صعب، hardly بجد أو بشدة أو بصعوبة، hard بجد أو بشدة أو بصعوبة، hardly بالكاد أو قلما أو تقريبا لا، معنى جديد. wrong خطأ، wrong بشكل خاطئ، wrongly بظلم أو بطريقة ظالمة. هنا الظرف نفس شكل الصفة، ولما أضيف له الواي بيتحول إلى ظرف تاني. near near nearly قريب، بالقرب تقريبا، ظرف جديد. هنا الظرف نفس الشكل ولما أضيف لها الواي بتديني ظرف جديد. she hardly ever goes out of the house، هي قلما تخرج من المنزل، يعني بتخرج قليل جدا من المنزل. she almost never goes out of the house، دي تساويها في المعنى، almost يعني تقريبا، never تقريبا ما بتطلعش خالص. you wrongly accused him، انت اتهمته ظلما، accused يعني يتهم، accuse معناها يتهم، wrongly هنا بشكل ظالم او بظلم، اللي هي تساوي unfairly
يعني بظلم أو بشكل غير عادل not incorrectly يعني دي معناها بظلم مش معناها بشكل غير صحيح اللي تساوي كلمة incorrectly كلمة wrong unfairly تساوي wrongly هناك صفات تنتهي بإل واي الصفة نفسها بتنتهي بإل واي ولا تتغير عند التحويل إلى حال يعني الظرف والصفة نفس الشكل منتهين بإل واي hourly daily weekly monthly yearly early لو خدنا بالنا هنا انتهوا بإل واي وليها معنيين ظرف وصفة في نفس الوقت شهري شهريا سنوي سنويا يومي يوميا وهكذا my father is reading his daily newspaper والدي يقرأ جريدته اليومية فهنا daily newspaper هنا دي صفة لكن لو قلت my father reads the newspaper daily والدي يقرأ الجريدة يوميا دي بتستخدم مع زمن المضارع البسيط أو الماضي البسيط لأن ظرف تكرار daily يوميا تساوي every day يعني نفس الكلام مع باقي الظروف every month every year every week ممكن أقول weekly yearly monthly هناك بعض الصفات تنتهي ب ly وعند التحويل بنستخدم in a an adjective اللي فيها ly plus way ركز هبسطها لك احنا قلنا الصفات بنضيف لها ly بتتحول لظرف هنا وقلنا في صفات اخرها ly وتبقى ظرف في نفس الوقت يعني صفة وظرف في نفس الوقت بنفس الشكل هنا في بعض الصفات اللي قدامنا دي اخرها ly فلما اجي احولها لظرف او حال بستخدم الطريقه اللي قدامي in a an way بطريقه كذا elderly مسن fatherly friendly lively brotherly lonely lovely motherly silly likely ugly deadly heavenly cowardly sisterly دي كلها صفات مش ظروف لما اجي استخدمها كظرف عاوز اقول بشكل ابوي بطريقه مسنه بطريقه ودوده بشكل مفعم بالحيويه بشكل اخوي فبستخدم التعبير ده in a an adjective plus way he is a friendly man دي صفه adjective اللي friendly man رجل ودود فأعربها هنا صفة لأن وصفت الرجل ده إنما لو قلت he greets treats me هو يحييني أو يعاملني in a friendly way بطريقة ودودة طب لو كان رجل كبير وبيعاملك كأب in a fatherly way طب لو كان بيعاملك بطريقة خوية in a brotherly way كأختك الكبيرة in a sisterly way بطريقة خاصة بالأخت دي كان شرح لكل ظروف الطريقة دلوقتي هننتقل إلى ظروف المكان adverbs of place ظروف المكان ظرف المكان بستخدمه لتحديد مكان أو اتجاه أو بعد حدوث الفعل example I will meet her outside هنا كلمة outside حددت للمكان إنه في الخارج فدي ظرف مكان There is a big factory nearby هناك مصنع كبير مجاور nearby حددت لي المكان انه هو مجاور فهنا بستخدم ظرف المكان لتحديد المكان او الاتجاه او بعد المسافة ويجيب عن السؤال where اين فلما اسأل باين بستخدم لظرف من دول here there under below between inside outside nearby next to in out up down downstairs above across away forward near far abroad about ahead around back backwards in front of دي كلها ظروف
المكان بستخدمها لتحديد مكان أو اتجاه أو بعد حدوث الفعل. نجري بسرعة نشوف. دلوقتي نروح لظروف الزمان. Adverbs of time، ظروف الزمان. ظروف الزمان بستخدمها لتحديد وقت حدوث الفعل، وممكن تيجي في بداية الجملة أو في نهايتها، وطبعا بتجيب عن سؤال وطبعا تجيب عن سؤال when، متى، أو what time، ما الوقت. على طول بستخدم ظروف الزمان. I met him yesterday. هنا بيقول أنا قابلته بالأمس. بالأمس دي ظرف زمان. I will visit you soon. سوف أزورك قريبا أو لاحقا في المستقبل. Yesterday. Tomorrow. Now. Ago. Before. Immediately. Today. Still. Soon. Every. Last. Yet. Then. Since. For. Already. Early. Late. Still معناها لا زال، بتيجي بين الفعل الأساسي والفعل المساعد، يعني قبل الفعل الأساسي، ومعها كلمة already وباقي الظروف. She is still writing novels. هي لا زالت تكتب روايات. فهنا جت قبل الفعل الأساسي. I am still confused. لا زلت متحيرا أو مرتبكا. ده بالنسبة لظروف الزمان. Adverbs of frequency، ظروف التكرار. تستخدم ظروف التكرار لتشير إلى مدى تكرار الحدث، عدد المرات، وتأتي في بداية الجملة أو نهايتها أو قبل الفعل وبعده. I visited my uncle every week. Weekly. كنت أزور عمي أسبوعيا أو كل أسبوع. هنا استخدم ظرف تكرار. Every week. Weekly أسبوعيا. I meet my friend once a week. أنا أقابل صديقي مرة في الأسبوع. Once معناها مرة، أسبوعيا فدي تكرار للحدث. Once. Twice. Three times. Occasionally. Frequently. Regularly. Constantly. Always. Usually. Often. Sometimes. Seldom. Rarely. Hardly. Never. Every. Daily. Weekly. Monthly. Yearly. Little. كل دي ظروف تكرار بجاوب بيها عن سؤال how often، كم مرة. ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي وبعد فعل يكون. I always get up early. أنا دائما أستيقظ مبكرا. هنا الفعل بتاعي get، ده فعل أساسي. أما لو كان فعل يكون اللي الظرف بيجي بعد يكون، she is never lazy. هي ليست كسولة أبدا. فالظرف بيجي بعد فعل يكون وقبل الأفعال الأخرى. كل أفعال اللغة الإنجليزية الظرف بيجي قبلها، دي اسمها أفعال أساسية، لكن فعل يكون الظرف بيجي بعده. ده بالنسبة لظروف التكرار. Adverbs of degree، ظروف الدرجة. ظروف الدرجة تأتي قبل الصفة أو الظرف بهدف تحديد الدرجة التي وصل إليها الصفة أو الظرف، وممكن تستخدم أيضا مع الفعل. He is extremely exhausted. هو منهك أو متعب للغاية. فكلمة extremely هنا وصفت الصفة، فجت ظرف، يبقى الظرف وصف هنا صفة. He is very young. هو صغير جدا. كلمة very وصفت صغره، وصفت الصفة، فدي ظرف، ظرف درجة. He spoke extremely rudely. هو يتحدث بوقاحة شديدة للغاية أو بطريقة وقحة للغاية. فهنا extremely وصفت الظرف، الوقاحة بتاعته، فكانت ايه؟ ظرف. هنا وصفت صفة، دي وصفت صفة، هنا وصفت الظرف.
He hardly recognized us. هو بالكاد تعرف علينا، يعني تعرف علينا بالعافية، عرفنا من بعيد أوي. فهنا hardly وصفت الفعل recognize. إيه هي الظروف بقى؟ fairly, really, slightly, a little, a bit, very, rather, pretty, quite, extremely, awfully, incredibly, amazingly, completely, totally, absolutely, terribly, almost, nearly, enough, too, such, so, just, hardly, nearly, entirely, highly. دي كلها ظروف بتيجي قبل صفة أو ظرف أو فعل لتحديد الدرجة بتاعته. لاحظ ظروف الدرجة، بستخدم ظروف عادية مع صفات عادية. يعني كلمة very, rather, fairly, quite, extremely, little ممكن استخدمها مع الصفات العادية. لو نفتكر لما قسمنا الصفات صفات قوية وصفات عادية، لما قلنا very tired ساوي exhausted فدي صفة عادية، لكن exhausted صفة قوية. فهنا لما اجي اصف صفة عادية بستخدم كلمة من دول، فاقول I am very extremely tired. Mr. Ahmed is a very good teacher، مدرس جيد جدا. فالكلمات دي انا وصفت بيها الصفة لان الصفة هنا عادية. ملحوظة كمان، كلمة quite fairly تعطي معنى إيجابي، بينما rather تعطي معنى سلبي. التلاتة معناهم إلى حد ما. It is quite cold. إن الجو بارد إلى حد ما. هنا I can bear it. هنا معنى إيجابي، فبقول يمكن أن أتحمله. لكن لو قلت It's rather cold، يعني بارد إلى حد ما لدرجة ما أقدرش أتحملها. I can't bear it. لا يمكنني تحملها. إذن كلمة quite fairly إلى حد ما دي بتديني معنى إيجابي، أما rather معنى سلبي. الظروف القوية تصف الصفات القوية، ظروف الدرجة القوية تصف الصفات القوية، أما very مع الصفات العادية هي أخواتها. فهنا كلمة زي كلمة exhausted ظرف قوي، فبستخدم على طول completely، ما ينفعش أقول very exhausted مش هتنفع، فبستخدم كلمة من القوية الظرف من الظروف القوية دي. The man was completely exhausted، منهك القوة، تعبان جدا جدا، completely كليا. Mr. Ahmed is an absolutely amazing teacher، مستر أحمد مدرس مدهش للغاية أو مطلقا. ليه استخدم absolutely ما استخدمش very ولا quite ولا extremely ولا حاجات دي؟ لأن كلمة amazing صفة قوية، اللي هي good الصفة الضعيفة بتاعتها. فهنا لما أقول amazing مدهش أو مذهل، فبصفها بصفة قوية، أو ليه absolutely amazing. إذن الظروف القوية تصف صفات قوية، الظروف العادية تصف صفات عادية، اللي فوق دولت بيصفوا الصفات العادية good, hot, cold. وممكن نرجع لدرس الصفات عشان نعرف الفرق بين صفات قوية وصفات العادية. الظرفين دول really, pretty ممكن استخدمهم مع أي صفة، سواء صفات قوية أو صفات ضعيفة. This building is really big. Is really enormous. Big صفة عادية. Enormous ضخم صفة تساوي very big، يعني صفة قوية. فهنا استخدم really مع الصفتين، الصفة العادية والصفة القوية. استخدام enough دي ظرف برضه، بعد الصفة والظرف تعطي معنى إيجابي، أما استخدام to تديني معنى سلبي. نركز. He is strong enough to lift this bag. هو قوي كفاية لرفع هذه الحقيبة. يبقى قوته دي يقدر يشيل الحقيبة دي، عنده القوة الكفاية لحمل الحقيبة. أما لو قلت He is too weak to lift this bag، هو ضعيف جدا أن يحمل هذه الحقيبة، يبقى هو ما يقدرش يحملها. تمام، He can't lift it. He is too weak to lift. فلو قال لي to صفة، to مصدر،
على طول ده معنى سلبي لا يستطيع أن يفعل الحدث. لكن enough دي بتديني معنى إيجابي لما أقول strong enough يعني قوي كفاية. ونلاحظ إن enough بتيجي بعد الصفة أما to قبل الصفة. ده جدول الصفات العادية والصفات القوية. الصفات القوية معناها بيكون أقوى بكثير من الصفات العادية. big enormous huge bad awful angry furious surprised amazed clean spotless crowded packed محشو أو مزدحم جدا hungry starving interesting fascinating clever brilliant tired exhausted frightened terrified happy delighted cold freezing good wonderful hot boiling old ancient small tiny pretty gorgeous. الصفة العادية لو حطينا قبلها very بتساوي في المعنى الصفة القوية. ده بالنسبة لظروف الدرجة كاملة. Adverbs of affirmation and negation ظروف الإثبات والنفي. Adverbs of affirmation and negation ظروف الإثبات والنفي تستخدم لإثبات أو نفي الحدث. نفي الحدث يعني بقول ما حصلش، إثباته بثبت إنه حصل فبقول نعم حدث. Surely I'll come بالتأكيد سوف آتي. Indeed في الواقع I hope to come أتمنى أن تأتي. نشوف مع بعضنا ظروف الإثبات والنفي. Yes certainly surely verily definitely indeed by all means undoubtedly لا شك obviously بوضوح truly صدقا أو حقا. دولة النفي not any no never كلمات دي بستخدمها للإثبات والنفي. ملاحظات هامة على الأحوال عند استخدام الظروف التي تدل على النفي في بداية الجملة فإن الفعل المساعد يتقدم على الفعل. الظروف اللي قدامي دي ممكن تيجي بعد الفعل وقبل الفعل الأساسي، لكن لو بدأت الجملة قال نقدم الفعل المساعد على الفعل. نشوف الظروف الأول وبعدين نشوف جمل أمثلة عليها. seldom rarely little only when only then nor not only but also scarcely when hardly when no sooner than on no account, on no condition. She never visits Luxor. هي أبدا لا تزور الأقصر. تساوي never does she visit Luxor. Luxor. قالي لو بدأنا بالظرف تمام never بدأنا بيها بنقدم الفعل المساعد على الفاعل. فهنا الفعل المساعد بتاعي الفعل الأساسي visits. يبقى الفعل في المضارع البسيط الفعل المساعد اللي بنستخدمه does هنقدمه على الفاعل ونخلي الفعل في المصدر الأساسي اللي هو visit. فبقيت never does she visit Luxor. He had no sooner studied than he slept. لو بدأنا بنو سونر هنقول no sooner had he studied than he slept. لم يكد يذاكر حتى نام. ودي بنستخدمها في زمن الماضي التام scarcely hardly no sooner. لاحظ استخدام most the most. the most بيجي وراها اسم أو صفة أو ظرف معناها الأكثر. May is the most beautiful girl in the class. May أجمل بنت في الفصل. I have the most money معايا الفلوس الأكثر. most بعدها صفة أو ظرف من غير ذا ومن غير صيغة التفضيل طبعا تساوي very معناها جدا. The book is most interesting تساوي very interesting. She behaves most
politely. She behaves very politely. Most of all معناها معظم. I like football most of all sports. أحب كرة القدم على معظم الرياضات. He likes Hani most of all his friends. هو بيحب هاني الأكثر في أصدقائه. Comparative and superlative. Comparative and superlative adverbs. ظروف المقارنة والتفضيل. يمكن مقارنة الظروف مثل الصفات الطويلة. أولا the positive adverbs. الظروف العادية. في حالة المساواة as ظرف as سواء الظرف ده قصير أو طويل. Not اللي هو غير منتظم. Not as so ظرف قصير أو طويل as. علي speaks French as well as أحمد. علي يتحدث الفرنسية جيدا مثل أحمد. فهنا استخدم as ظرف as عشان أعبر عن التساوي. في حالة عدم التساوي بنفي. Mona expressed her opinion as clearly as she could. Mona عبرت عن رأيها بوضوح بقدر استطاعتها. The comparative adverbs. The comparative adverbs. ظرف المقارنة. عند المقارنة إذا كان الظرف غير منتظم بنضيفه زي ما هو وبعديه زان. الظروف الغير منتظمة هنشوفها دلوقتي. أو إن يكون الظرف طويل اللي هو ظرف عادي بنستخدم more. ظرف طويل زان less والظرف زان. I know you better than him. أنا أعرفك أفضل منه أو أكثر منه. فهنا نستخدم better than. better ده ظرف في المقارنة من كلمة will فيعتبر ظرف قصير اللي هو غير منتظم. She was dressed more beautifully than Rana. هي ترتدي ملابس بطريقة أكثر جمالا من رنا. فاستخدم more ظرف than للمقارنة. طبعا احنا اتفقنا ان الظروف للطريقة بتصف الفعل. فهنا beautifully وصفت طريقتهم في اللبس. The superlative adverbs ظرف التفضيل. ظرف التفضيل برضو الظروف غير المنتظمة دي تعتبر ظروف قصيرة. أما باقي الظروف اللي آخرها الواي ده ظرف طويل زي كلمة نستخدم فيها the most بعدين الظرف the least بعدين الظرف. Everyone in the race ran fast. كل شخص في السباق جري بسرعة. But John ran the fastest of all. جرى أسرع واحد فيهم. احنا اتفقنا ان كلمة fast صفة وظرف تمام. هنا ظرف غير منتظم فكتبت the fastest بتصف الفعل. The fastest تصف الفعل اللي هو ran جريوا معناها وجون جرى بالأسرع. كارولين smiles the most sweetly. كارولين تبتسم بطريقة أكثر جمالا sweetly. ليزا drives the most carefully in heavy traffic. ليزا بتسوق بطريقة أكثر حرصا in heavy traffic في المرور المزدحم. الظروف الغير منتظمة will better than the best. badly ill worse than the worst. much more than the most. little less than the least. late later than the latest. far farther than the farthest. fast faster than the fastest. soon sooner than the soonest. he played the best of any player. هو لعب بطريقة أفضل من باقي اللاعبين أو من أي لاعب آخر. نركز هنا the best. طب دي شبه التفضيل في الصفات لكن هنا ظروف. دول كلهم هتشوفهم تلاقيهم شبه المقارنة والتفضيل في الصفات ولكن دول ظروف بيجوا يصفوا الفعل. هنا played the best. كانت الجملة إيه لوحده؟ he played well. لعب جيدا.
طب هنا بفضله عن الجميع فبقول he played the best of any player. أما لو كانت صفة فهنقول he is a good player، إنه لاعب جيد. ممكن أقول he is the best player، ودول الاثنين صفات طالما بعد فعل يكون. That's all. ده كان شرح كامل وافي للظروف، أنواع الظروف، المقارنة والتفضيل في الظروف. الحصة الجاية إن شاء الله مع درس مهم جدا جدا جدا، articles الأدوات. إن شاء الله تكونوا في الانتظار، إن شاء الله تكونوا في الميعاد. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.